bien, ça passe pas. Autre chose qui est primordiale quand on a une technique de communication et qu'on veut participer, eh bien, c'est de comprendre une chose. نجتمع اليوم في إطار المؤتمر 45 ديال الجمعية ديالنا اللي هي جمعية علمية تعنى بالتكوين المستمر والبحث العلمي. هذا المؤتمر يأتي بعد مؤتمرين مروا خلال جائحة ديال الكوفيد اللي الله سبحانه وتعالى رفعها علينا. مؤتمر 43 مر عن بعد، والمؤتمر 44 داز عن بعد وحضوريا مع احترام شروط الاحتراز الصحية. اليوم الحمد لله نجتمع كاملين بالحضور 100%. هذا المؤتمر هذا اليوم يعني سوف يعتني بالمريض كعنصر واحد، لأن نعرف على أن العنصر المركزي ديال العلاج هو المريض. وبما أننا في داء السكري ليس بالداء السهل، يختلف من مريض إلى مريض، من أسرة إلى أسرة، بالتغذية ديالها، بالعادات ديالها، بالأدوية ديال كل مريض، وكل مريض في أي مستوى وصل في العلاج ديالو، أي مستوى وصل في تطور ديال الداء ديالو. لهذا هذا المؤتمر هذا سوف يتطرق للأدوية الجديدة اللي هي الآن موجودة واللي هي كتوفر الوقاية أكثر من الأدوية القديمة. هذه الأدوية القديمة لا نتخلى عنها، ولكن إذا دعت الضرورة فيجب استعمال كيف كيقولوا أسلحة جديدة لوقاية المريض. سوف نتطرق كذلك للقضية ديال زرع الخلايا الجذعية. هذه الخلايا الجذعية رغم الأهمية ديالها، فبعض الأحيان كيكون الفشل ديالها والجسم ما كيقبلهاش، ولو أنها هي مستأصلة من الجسم. إذا وخا الطفل ولا البالغ ياخذ هذه الخلايا الجذعية سوف نناقشها وسوف نستمع للخبراء كيف يمكن تطوير هذا زرع هذه الخلايا الجذعية حتى يمكنها أن تستمر وأن تؤدي الدور ديالها، علما على أن زرع الخلايا ديال البنكرياس هذه هي اللي كتكون النتيجة ديالها مضمونة، ولكن الأثمنة ديالها غالية ولا تتوفر في أي دول إلا في الدول الأوروبية والأمريكية، لأن الأثمنة ديالها شوية باهظة. هناك القضية ديال العلاج ديال الورم اللي ما كنسميوهش حنا ورم، بعض المرات كيكون ورم حميد اللي هو كيتصاب به الغدة الدرقية، ومعلوم على أن هذا الورم كنا كنعالجوه بالجراحة. اليوم كاين إمكانية ديال أننا نستعملوا داك لي زوند، يعني لا تيرمو ابلاسيون، يعني العلاج بالحراره، ولكن مع ذلك يبقى الاحتياط، لان اذا كانت الجراحه تستأصل فهذا العلاج هذا يتطلب الاستمرار في المراقبه المستمره، لان قد لا قدر الله يعود هذا الورم، ولكن يجب ان ننبه المريض، ولا يمكن ان نعطي هذا الدواء وهذا العلاج الا لمن يمكن ان يستمرون في المراقبه. Maintenant les mains. Les mains.